أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بالسماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي، هذا عدا الموتوسيكلات بشرط ألا يتجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك. وقال قابيل إن القواعد المنظمة لاستيراد سيارات الركوب بصفة عامة تقضي بأن يتم شحن أو فتح اعتماد استيراد سيارات الركوب خلال سنة الطراز وألا يكون سبق استخدامها، وهو ما يعني عدم السماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة أو في غير سنة الطراز.